أهلا وسهلا فيكم مشاهدين الكرام مع هذه الرسالة الإعلامية لحملة مع النجمع السلاح. طبعا حاولنا في الرسائل السابقة تسليط الضوء على العديد من مؤسسات الدولة والجهات الحكومية، وكان من بينها السجن المركزي. واليوم راح نكون معاكم مع جهة أخرى لها دور في تعديل السلوك وتقويمه وغرس قيم الولاء للوطن. طبعا هذه الجهة مختصة لفئة عمرية محددة طبعا، ألا وهي إدارة رعاية الأحداث ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. إدارة رعاية الأحداث بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل دور في الحد من الانحراف وتقليل الجرائم، وذلك عن طريق تعديل السلوك وتقويمه. ومما لا شك فيه أن هناك حالات ارتكبت جرائم وكان السلاح طرفا فيها. خلونا نتعرف أكثر عن دور إدارة رعاية الأحداث في المساهمة في هذه الحملة الوطنية. طبعا احنا اليوم راح نسلط الضوء على حملة جمع السلاح ودور أبنائنا الأحداث في وقايتهم من هذا الخطر اللي فعلا الكويت الآن قاعد تستعد له، في كل من يسلم سلاحه وكل من يؤدي هذه الأمانة وتسليمها إلى الجهات المختصة. إدارة رعاية الأحداث قامت بحملات توعية مع وزارة الداخلية، وهناك ندوات ولقاءات وأيضا محاضرات من قبل إدارة الإعلام الأمني في وزارة الداخلية متمثلة في العميد عادل الحشاش. طبعا إدارة رعاية الأحداث هناك مختصة بفئة الشباب من 12 سنة إلى 18 سنة. هذه الفئة طبعا يتم رعايتهم واهتمامهم وقايتهم وأيضا تعليمهم. طبعا وجود بعض الحالات في إدارة رعاية الأحداث وأكثر المشاكل اللي موجودة بفضل من الله، يعني ما في مشاكل كبيرة تذكر، ولكن الأغلبية سرقات، مشاجرات، يمكن حالات نادرة للسلاح. ولكن احنا كدورنا كإدارة رعاية الأحداث وفي ظل هذه الحملة التوعوية اللي تقوم فيها وزارة الداخلية، احنا نساند هذه الحملة وندعم هذه الحملة بكل الجهود الموجودة من الستاف القائم على رعاية الأحداث. غالبية الحالات اللي موجودة في الدار أو في الدور الإيوائية هي حالات مشاجرات، سرقات، جرائم بسيطة منها عليها أحكام موجودة في الإدارة. وأيضا هناك بعض حالة أو حالتين اللي هو السلاح. الهدف من الحملة هو حماية أبنائنا الشباب، ولا بد من وجود محاضرات وندوات تثقيفية سواء في المدارس أو في المعاهد أو في حتى في النوادي أو في المجمعات التجارية لحمايتهم. إحنا في إدارة رعاية الأحداث عندنا برنامج وقائي للحدث، ومن ضمن هذا البرنامج هو كيفية
الوقاية من السلاح. يعني البعض يفتخر خاصة الشباب لما يشوف نفسه أنه في مرحلة البلوغ يحس أنه لابد أن يحمل سلاح، وقد يكون السلاح هذا غير مرخص وقد يسبب مشكلة ويسبب أزمة للآخرين بعدم معرفته لطريقة حمل السلاح، وقد يكون هناك يمكن التفاعل أكثر يكون في المناسبات الأعراس وأيضا في حفلات التخرج اللي احنا قاعدين نشوفها الآن. تلاقي العدد من الشباب طلع على الكلاشات ولا طلع على الأسلحة هذه العديدة وقاعد يرمي وهو ما يعرف يرمي على منه، ممكن يسبب إصابات أخرى لناس أبرياء مارين ما لهم في أي لا ناقة ولا جمل، وتلاقيه هو سبب لهم أزمة في البيت. من أجل الكويت، فور كويت، فور كويت، فور كويت، فور كويت، سلم سلاحك، هاند ان يور ويبنز، روندي بوزام، دانسو سلمس، فور كويت، سلم سلاحك. طبعا الحملة حملة وطنية ولا بد أن نقف معها، وأبنائنا إن شاء الله يعني على ثقة وعلى علم أن راح تكون هذه الحملة راح ترى يعني حالات إيجابية، وراح إن شاء الله خلال الفترة القادمة ما راح يكون لا نسمع طلق ناري في الشوارع ولا نسمع في العروس ولا نسمع في المناسبات الأخرى. فنتمنى من الجميع التقيد بالأنظمة والتقيد بالتعاليم اللي قاموا فيها إخواننا في وزارة الداخلية، وحرصهم على حماية أفراد جميع الشعب الكويتي وحمايتهم ووقايتهم من هذا الخطر وخطر السلاح. الحين المشاهدين الكرام خلونا نشوف مع بعض هذا الاستطلاع. والله حملة يعني كان مطلوب اتخاذها يعني من مدة، وما قصروا الأخوان في وزارة الداخلية على البدء فيها، لأنها فعلا تقلل أو يعني نهدف منها أو يهدف منها التقليل من عدد الجرائم، خصوصا جرائم العنف اللي ترتكب بالأسلحة النارية وما شابه. وإحنا يعني خصوصا في عملنا في النيابة العامة نرى هذه الأرقام يعني في ازدياد نوعي إذا قلنا، بما ينعكس سلبا على المجتمع والأمن في دولة الكويت. الحملة ممتازة لأنها فعلا تحد من الجرائم بالكويت، لأن قمنا نشوف جرائم صراحة يعني مو طبيعية بالكويت، خصوصا بالأعراس يعني صاير شيء مو طبيعي. قاعدين يعني مو بس يعني نفسهم اللي قاعدين يسوون العرس، حتى الجيران أو اللي بعد الجر الشارع كله قاعد يتأذى من اللي قاعدين يسوون الإطلاق هذا. فأنا شايفت أنه شيء ممتاز، وإن شاء الله الله يوفقهم فيه والكل يعني يقدم سلاحه. يعني في ناس مو قصد انها تقتل، بس قاعد يصير قتل بالخطأ يعني، عارف شلون؟ فجمع السلاح وان الناس تقدم اسلحتها ممكن انه يحد من الاشياء هذه الاخطاء اللي قاعده تصير. يعني وايد سمعنا في حالات انقتلوا بس مو بالعمد، يعني هم حتى اصدقاء او اهل يعني قاعدين ينقتلون. فجمع السلاح قل يعني اذا ان شاء الله يعني صار هذا الشيء راح يقلل من شو اسمه من القتل هذا الغير عمد. يعني الحمل لازم يصير يعني على كل مواطن كويتي على انه يحافظ على يعني على اخوه على اخوانه على اهله، انه هو يقدم السلاح. يعني لو شاف اي مشكله مثلا يعني بالشوارع بالمجمعات، يعني هذا انا ايد انه ايد هذا الحمله لان هذا سلامه المواطنين. يعني اي والله قللت جمع السلاح من الجرائم. يعني لازم يكون السلاح بيد الحكومه بس ما يكون بيد الناس. مو كل واحد عنده حق يروح يخلص بيده، المفروض يعني يلجأ للدوله تخلص تاخذ حقه.
وبكذي مشاهدي الكرام وصلنا معكم إلى ختام رسالتنا الإعلامية لهذا اليوم، ومن إدارة رعاية الأحداث نناشد كل من لديه سلاح غير مرخص بالسرعة القصوى في تسليمه، فسلم سلاحك لأجل أبنائك وفي أمان الله.